احنا جاي نتوجه الى غابات لاستيفير في منطقة إيجيفان في أرمينيا. للوصول إلى هذه المنطقة طبعاً السيارة اللي نوصل به إلى إيجيفان ما ممكن أن تدخل في هذه المناطق الوعرة. شوفوا هالمنطقة شلونها. منطقة إيجيفان أو هذه المنطقة نقول لاستيفير من المناطق التاريخية في أرمينيا. هنا توجد غابات وتوجد كهوف اللي عاش بالإنسان القديم قبل عدة آلاف من السنين. للوصول إلى هذه المنطقة أما أن نأجر سيارة مثل هذه السيارة اللي حاليا نحن مأجرينها، سيارة جيب أو سيارة رباعيات الدفع أو المغامرين اللي يحبون المغامرات يجون مشي. أكو قسم يدخلوها من المدينة وأكو قسم يصعدون فوق. شوف الجبال هذه، أكو مناطق من فوق الجبال يصعدون الجبال وبعدها يترجلون وينزلون مشي إلى أن يوصلون المنطقة المريودة. الطريق واحد كلش وما راح نقدر نصورها كلها. هذا اسلوب مكان، لكن اذا شفت من مكان مميز راح نحاول نصور لكم اياها ان شاء الله. هذه المنطقة لحد الان، هاي الغابات اللي نشوفها فوق لحد الان تعيش بها الدببة وتعيش بها الغزلان والخنازير والذئاب، يعني اللي عايف روحه يجي بهالمنطقة. السائق اللي معانا يقول انا شخصيا صياد، يقول انا صايد بهذه الغابات دبين والأهدى على القائد. هذا السائق مالنا. بداية الربيع مرة أخرى نكررها، نشوف الأشجار لحد الآن بدأت تخضر لكن ما يبين هسه حاليا، لكن أوعدكم وقرارات للسياحة عندما يوعد يوفي بوعده وكلكم تعرفون. إن شاء الله نسوينا جولة خاصة جاية خاصة لهذه المنطقة بعد أن تخضر الأشجار حتى نصوركم اياها بشكل احسن. هذا احنا بالطريق هسه توقفنا طبعا، ما وصلنا المكان اللي رايديها. شوف هذا الشلال الصغير، هذه الطبيعة في منطقة لاستيفير.